صباح الخير لك والأستاذ صلاح. أهلاً أهلاً معك. يعني بعد اعتبار أنه هذا القرار استنسابي وما إلى ذلك والموقف المعروف الذي سمعناه بالأمس منكم، ما هي الخطوة التالية التي ينوي الرئيس بري بحسب معلوماتك اتباعها؟ يعني الموضوع الادعاء على الوزير السابق علي حسن طبعاً. خليل وغازي زعيتر، موضوع حتى على كل ما جاء في الادعاء ليس فقط على الوزير علي حسن خليل وغازي زعيتر وفميانوس ودولة الرئيس حسن دياب. نعم. السؤال هل فعلا بهذا الأسلوب وبهذه الآليات وبهذه الاستنسابية والانتقائية والكيدية تتحقق العدالة ونصل إلى الحقيقة في قضية المرفأ؟ أسئلة. وطبعا السؤال إذا كان هنالك من أدلة وقرائن دامغة لماذا لم يضمنها المحقق العدلي في رسالته إلى المجلس النيابي حيث كانت فارغة من كل الأصول الدستورية والقانونية لطبعا الأخذ بها في حينه، ولكن تحدث بالرسالة عن شبهات أنه وسع الدائرة في حينه لتطال رؤساء الحكومات 11 وزيرا. والسؤال اليوم لماذا تم فقط الاكتفاء بهذه الأسماء؟ ما هي الدوافع؟ لم يقل ما هي الدوافع، ما هي الثبوتيات والقرائن؟ ابدا. الرسالة لم تكن مرفقة باي مستند ابدا، كما خارج الاصول، ولم تكن مسندة بثبوتيات. طيب استاذ قاسم، ماذا ينوي الرئيس بري ان يفعل حيال هذا الامر اليوم؟ طبعا اليوم في دراسة للموضوع لما تم اتخاذه المحقق العدلي، هنالك دستور، المواد الدستورية واضحة، المادة 40 والمادة 70 من الدستور، سيتم دراسة الأمر ليبنى على الشيء مقتضى وفق المقتضيات، بعيدا طبعا عن حسابات اليوم الاسترضاء التي طبعا لا يخفيها قرار المحقق العدلي. استرضاء من؟ بجوانبه طبعا، استرضاء رأي عام، نحن نعرف، او استرضاء بالسياسي، كله بالسياسي. استرضاء من يحصل؟ يعني من يمون على القاضي صوان بالسياسي؟ ما في حدا ما بيمون على قاضي اليوم، كله بيمون. اي وصلنا لاستقلالية القضاء، نحن خلينا هلا نحن بغنى عن زيادة مساحة التوتر والسجالات، ولكن الكل واللبناني بيعرفوا تماما الامور وكيف تحاك. طيب قرار الوصول من عدمه امام القاضي الاسبوع المقبل متى يتخذ؟ يعني اكيد قبل الوصول لتوقيت سيكون هنالك قرار يتخذ ويبنى عليه. نحن طبعا لم نقل منذ البداية، الجميع قال اننا تحت سقف القانون والقضاء، ولكن السؤال هل فعلا باستنسابية التعاطي بالملفات وانتقائية الأسماء نحقق العدالة، فعلا تتحقق العدالة ونكشف الحقيقة، أم أنه طريق لإخفاء هذه الحقيقة وتمسى؟ إذا كان طبعا هنالك من جدية بالتعاطي مع هذا الملف، فكما وضعت الأسماء، السؤال المنطقي يقول لنبدأ من البداية، إذا كان رئيس الحكومة طبعا مطالب تحت سقف القانون ويتحمل مسؤولية، ألم يكن هنالك في حكومته وزراء مسؤولين بشكل أدق مباشر عن هذه الملفات أو عن هذا الملف بالذات أو على علم بهذا الملف؟ لماذا لم يتم استدعائهم؟ وكذلك الأمر في موضوع الوزراء، إذا كانوا الوزراء ألم يكن رؤساء حكوماتهم على علم؟ هذه أسئلة مشروعة يجب الإجابة عليها ليبنى على الشيء مقتضاه ولتتوضح الحقيقة بشكل أفضل. شكرا للنائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير على هذه المداخلة.